فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. معي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ الكريم. أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد. أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم، اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى، ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم لعب الشطرنج؟ وهل صح عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، عندما مر على قوم وهم يلعبون الشطرنج؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لعبة الشطرنج مختلف فيها بين أهل العلم قديما وحديثا، فهناك كثير من أهل العلم كره هذه اللعبة لأنها أولا تستهلك كثيرا من الوقت، وربما يطغى اللعب فيها على أوقات الصلاة وأوقات ما يجب على المسلم من ذكر الله تبارك وتعالى وإقام الصلاة، وربما أحيانا تفضي إلى بعض الخصومة والمشاحنات بين المتلاعبين إذا اشتدت حرارة المنافسة. وهناك آخرون من أهل العلم يقولون أنها مباحة، حيث أن الأصل في الأشياء الإباحة ولم يرد دليل يصح يمنع هذه اللعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. ثم يقولون إذا كانت يعني هناك ضوابط، منها ألا تكون هناك المشاحنات، ومنها ألا تستغرق الوقت الذي يضيع ما يجب على المسلم من إقامة الصلاة وذكر الله عز وجل، فهي في هذه الحالة ستكون مباحة، خاصة وأنها لعبة تنمي القدرات الذهنية كما يقولون، وتنمي في الإنسان في بعض الأحيان دقة الملاحظة وسرعة البديهة والتأني في التفكير، وهذه ملحوظة بالفعل في هذه اللعبة. فأهل العلم ما بين مانع كاره وما بين مبيح بهذه الضوابط. أنا أميل إلى القول الثاني، ألا وهو الإباحة بالضوابط، ما لم تستغرق وقتا يضيع الواجبات أو ما يجب على العبد من ذكر الله عز وجل أو حتى من المندوبات. فالإنسان لا يفوت صلاة جنازة لأجل اللعبة، ولا يفوت زيارة مريض لأجل اللعبة، فضلا عن أن يفوت الصلاة في أوقاتها أو أن يفوت صلاة الجماعة، ولا يفوت لأجلها أذكار الصباح ولا أذكار المساء مثلا، ولا يفوت ورده من القرآن وغير ذلك من الواجبات أو المندوبات المستحبات، إن كان بهذه الضوابط مع عدم إثارة المشاحنات وارتفاع حرارة المنافسة وخروج عن حد الاعتدال، تكون على الإباحة حتى يرد دليل يصح يمنع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أحيانا يقال في هذه اللعبة يعني كش ملك، مات الملك، ولكن بعد هذا الاتصال فما حكم هذه الكلمات مع الأستاذ عبد الله؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل شيء ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ أهلا مرحبا يا عبد الله، تفضل. سلام الشيخ شعبان. والله الله يسلم، تفضل. شرح لك والله سامك. وكنت عاوز أسأل سؤالين، هل بالنسبة لزكاة المال هل تجوز مثلا لو واحد عليه دين ممكن الواحد يفك دين الأخ ده من زكاة المال؟ وهل برضه زكاة المال يجوز مثلا لو واحد مثلا مش قادر، حد مثلا والدته مثلا هتعمل عملية، هل يجوز ان هو يسجله عشان العملية؟ هل ده ممكن من زكاة المال؟ سؤالي الثاني حضرتك، لو واحد مسافر هو والدته ووالده سيارة، وهو متجوز ليه اولاد الشاب ده، وعملوا حادثة والثلاثة ماتوا،
الأب والأم والابن، هل أولاد الابن دول يورثوا من أبوه وأمه ولا ما يورثوش؟ وآخر حاجة بعد إذن حضرتك، أنواع الصدقات الجارية إيه؟ وبالنسبة للزحمة كنت قلت لحضرتك اللي هي حلقة بتاعت 10-11 ديت، أنا دخت عليها بعد إذنك والله مش عارف أوصل لها خالص، بس أنا كنت سائل فيها سؤالين هسألهم وهسأل على حضرتك الشيخ شعبان يجاوب عليهم تاني بعد إذنك. اتفضل. سؤالين بساط يعني. اللي هو الحديث اللي هو فضل الصلاة وإن زنى وإن سرق يدخل الجنة اللي الرسول ذكره مع الصحابة. كنت عاوز أعرف تفسير الحديث ده. والثاني اللي هو الحديث اللي هو القاتل المقتول في النار القاتل او المسلمان بسيفهما، طب لو واحد جاي يشتمني اسيبه يشتمني ولا اقتله؟ واخر حاجه اللي هي بتاعت زكاه الذهب للمراه اللي هي عندها ذهب شبكه للزينه مش مثلا للتجاره او كده. وانت ما كنت سمعت الاجابات يا استاذ عبد الله في الحلقه؟ ما هي الحلقه 10-11 ما نزلتش لسه تقريبا. لا نزلت بس انا يعني هات الاسئله. طيب. هات الاسئله ماشي. طبعا اخر سؤال حضرتك بس هو زكاة المال على الذهب ذات لو واحدة ودي شبكتها حتى هي ما عندهاش دخل اللي هي تنفق لو الزكاة فجزء اللي ملزم ولا تعمل ولا مال الزكاة اصلا ولا ايه؟ معلش لو طولت عليك بس والله الحلقة 19 دي مش خلاص حبيبي لا بأس شيخنا يجيبك سريعا ان شاء الله جزاك الله خير. شكرا. الشيخ اللي هيجاوب سريعا مش انت اللي سألت سريعا. بس يا استاذ كنت عايز اذن حضرتك كنت عاوز رقم شيخ تامر في الشتاوة. طب ده في كنترول بقى لاني صعب اقول الرقم على الهواء يعني ما تقفلش الشباب كنترول قالوا لي الاستاذ احمد هيديك رقمه من طب خد رقم هنا من الشباب خد رقم من الشباب في الكنترول وبعد الحلقه ان شاء الله كلمني واديك الرقم اتصل بحضرتك انت ان شاء الله في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عبد الله في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام يوسف اهلا ومرحبا. اهلا السلام عليك ازيك يا شيخ احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا يا ام يوسف. خير على اللي بتقدموه اللي هتقدموه ان شاء الله باذن الله. يا رب يبارك في عمرك. اتفضلي يا اختنا. لو سمحت انا عندي بس 5 اسئله. اتفضل. اول سؤال، هل الطفل اللي هو النصراني يشفع لابويه يوم القيامه؟ وهل الطفل نفسه سيدخل الجنه او لا؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، الطفل برضو المولود عندما يدفن يعني يوم القيامه باذن الله، يعني هل سيبعث طفلا وماذا سيكون امره؟ يعني هل يعني ساعه يوم القيامه هيبعث طفل زي ما هو مات، هل اللي هو عمره يوم 2-3 هيبعث طفل؟ السؤال الثالث، يعني ارجو بس من الشيخ ان هو يفهمني بس يعني ما كلمه شفاعه، واذا الطفل يشفع لابويه وهل سيدخلهم يعني الجنه وذنوبهم تغفر حسب الاقاويل يعني ما بتقول. السؤال الرابع. الو. نعم سامعك انا ساكت اتفضلي. ماشي. السؤال الرابع لو سمحت، يعني في حلقة عن تفسير الأحلام ولا ما فيش؟ في القناة يعني هنا برنامج لتفسير أحلام؟ لا ما فيش حلقة لا عن لا تفسير لا الأحلام. لا. طيب معلش آخر سؤال، أنا دلوقتي يعني أنا بنتي توفت، أنا كنت مع حضرتك امبارح. الله يرحمها. الله يرحمها. أنا عمرها شهرين الله يرحمها. وأنتي أيوة بكيتي وكده وصرختي ربنا يعافيها. بس كانت عندي ملابس يعني كانت لابساها قبل ما تتوفى فديت أنا محتفظة بيها، ففي اقاويل كتير بتقول لا لازم يعني تتبل وتتغسل عشان حرام هي كده بتتعذب واللي هو الكلام الكتير ده، فهل كده فعلا حرام ولا ايه؟ بس حاضر. لو سمحت. الله يرحمك. جزاك الله خيرا. في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ام يوسف. وعليكم السلام. نعم شيخي كريم، مساله الشطرنج وكلمه كش ملك مات الملك او مثل هذه الكلمات التي تقال في هذه اللعبه. نعم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. ويمكن للاعبين أن يتحاشوا هذه الكلمات، لأنه هذه الكلمات أولا هي كلمات ليست يعني معربة، يعني هذه الكلمات مترجمة من أصل اللعبة التي وردت من الفرس، ويخشى أن تكون في معانيها يعني ما يخالف أو ما يكره عندنا، فلو تحاشوها لكان هذا أفضل. وهي ليست ضرورية أصلا في اللعبة، أنا يعني اللعب يحرك بس لا أكثر ولا أقل، مفيش كلام في اللعبة أصلا، لكن هي ألفاظ يتبادلونها كأنها نوع من أنواع التنافس فيما بينهم. إنما يمكن أن يتحاشوا هذه الكلمات لأنه يخشى أن تكون معانيها الأصلية عندهم في اللعبة المترجمة، لأن اللعبة أصلا فارسية فتكون فيها معاني تخالف أو تكره عندنا في الشريعة،
يعني هذا حسب علمي والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. أبو أحمد. نعم تفضلي. والله أنا عايز أسأل سؤال لو سمحت. نعم. أنا كان عندي ابني الله يرحمه الطفل، هو كان في الجامعة. نعم. وبعدين أنا كنت بدعي عليه كتير. الله يسامحك. كنت بدعي عليه كتير، فكل دعوة دعيتها عليه جازت فيه، وكنت بقول يعني قلبي يتحرق عليك والكلام الجاهلية ده. فدلوقتي أنا قلبي محروق بقالي سنتين ما بنامش، فأنا مش عارفة أعمل إيه، أتخلص من أنا كده إزاي، وماشية مع دكاترة نفسيين كتير ومع ذلك مش مرتاحة، وبعمل له صدقات كتير وبتسافر كتير وبرضه قلبي تعبان، أعمل إيه؟ بس ده طبعا كانت منه، كان تعبني جامد وكان ماشي مع أولاد مش كويسين وكان تعبني، فأنا مش عارفة أعمل إيه. الله يرحمه. فمن الله وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟ سيد عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. كنت سيادة حضرتك كنت عاوز أسأل الشيخ يعني بالنسبة لبنك مصر فرع المعاملات الإسلامية تدي أرباح نصف سنوية. حاضر. حاضر يا أستاذ عبد الله، فمن الله. شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معايا شاب في الكنترول كنت اختلفت معاه من فترة عن الضمنة. تقول انها حرام، فقال لي لا طب اسألي دلوقتي شيخ بقى حرام ولا حلال. الضمنة تختلف عن الضمنة والكوتشينة والطاولة، يختلفوا عن الشطرنج، لأن هذه لعبة الزهر، يعني بتلعب بالزهر، زهر اللي هو الحجر المرقم ده، وبالتالي ورد فيها حديث من لعب بالنرد. الضمنة انا ما بعرفش في الالعاب دي قوي. ما دام ما بتعرفش اسكت. الضمنة مش الظهر، لكن انا اعرف ان الالعاب دي كلها بالكوتشينه. الضمنة والطاوله بيلعبوها بالظهر يعني. لا مش كلها بالظهر، كلها. طب اسال الاخوه في لعبه مش عارف ايه يعني فيهم اللي بيبقى فيها زي البلاط ده دي اسمها يا ابني قول لي في ودني. كلها بلاط. الضمنة من فيها الظهر اللي هي لعبه اللي بيلعبوها على المقاهي، انا بشوفهم يعني وانا ماشي. صدقني بيلعبها بالزهر. خلاص هو بيقولي ما فيها الزهر. خلاص انت قصدك يا سيدي اللعبه بالزهر اللي هو النرد. او النرد شير، لان الالعاب ديت اللفظه دي طبعا في الاصل فارسيه، الالعاب دي معظمها فارسي، وللاسف الشديد انتقلت لما الغزوات والفتوحات والى اخره. فاللعب بالنرد اللي هو الزهر، اي لعبه فيها الزهر سواء كانت كوتشينه او ضمنه او طاوله، فهذه اللعبة مكروهة طبعا كراهة شديدة، لأنه ورد حديثه عليه الصلاة والسلام من لعب بالنرد فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. فهذه الألعاب مكروهة لذاتها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. سريعا بقى شيخنا فعلا، لأن الأسئلة كثيرة والوقت يداهمنا، هم مش المتصلين مش كثر، ولكن الأسئلة هي التي هي كثيرة. نعم. يعني هل زكاة المال نسأل الله عز وجل القبول؟ نعم. لو واحد عنده دين الأخ هيديله مثلا لفك الدين، أو مثلا يديله المال عشان يعطيه لأمه من أجل إجراء عملية، ولكن نعم. بعد هذا الاتصال شيخ الكريم. تفضل. من معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أستاذة شيماء تفضلي. أيوة عايزة كانت سؤالين. تفضل. انا طالبة وبحب القراءة جدا، فبراجع الكتب عندي بي دي اف من على النت، لان انا فلوسي مش بتكفي ان اجيب الكتب اللي انا عايزاها. انا ممكن اقرا مثلا 5-6 كتب في الشهر ما شاء الله، فمش بعرف اجيبهم بفلوس، بنزلهم من على النت. ففي طبعا كتاب ما بيرضوش، بيقولوا لا الكتب بتاعنا يعني كده بتسرق. فلما حاولت اوقف القراءة مش عارف اعمل ايه، يعني حلو ولا حرام؟ انا بس بحاول اخد معلومات واللي بيبقى عارف مشكله. ده اول سؤال. ثاني سؤال، مامتي، انا بابايا متوفي الله يرحمه، ومامتي كان يعني كان مشترك في اسهم ودلوقتي نعم، ودفع كان عنده اسهم، اشترك في اسهم، اشترى اسهم من شركه الدخول، المهم يعني اشترى الاسهم دي بالاسم، دفع اول قسط وتوفي. وبعدين مامتي بدات تدفع لشق البقى، وبعدين بدات تجيب لنا ربح، بس ربحه قليل. ماما بدات من ربح ده تدي للتيتا صوت اللي هي ام بابا نعم، بس تيتا توفي الله. فماما دلوقتي تدفع الصوت برضه لاخوات بابا، بس هي دفعت قبل كده يعني برضه تدي بابا ولا لا؟
من هي دفعته. حاضر. احنا طبعا دعم قناه النادي، ربنا يوفقك يا رب. يا رب يبارك في عمرك يا رب، الله يرحمه. الشركه كان شركه ايه؟ السكر. السكر. ممكن هي معاك ممكن يتكلمك. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا، اتفضل. ايوه مرحبا بيك، الله يكرمك يا رب العالمين، ربنا يكرمك. كان في تعاونات البترول، تعاون البترول هو شغال فيها. هو شغال فيها. طب الاسهم اللي هو اشتراها في الشركه هي نفس الشركه؟ الشركه. حاضر. هي نفس الشركه. حاضر. هو اول قسط دفع وبعد كده توفى، انا دفعت ثاني قسط. الله يرحمه. الله يرحمه. انا دفعت ثاني قسط. انا كنت بدي حماتي لما كانت موجوده الصبح، لما هي توفت طبعا هدي الصبح. هل هدي الصبح من غير ان انا دفعته ولا بان انا دفعته برضه؟ طيب حاضر. جزاك الله خيرا. واياك. ربنا يكرمكم. وندعم قناة الندى وربنا يحفظكم. امين. ويحفظك ويرضى عنك وعن شيماء يا رب العالمين وعن كل بناتنا وبنات المسلمين. امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، هل زكاة المال تؤخذ في هذا الباب؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. من ضمن مصارف زكاة المال، يعني من ضمن المستحقين الذين ندفع لهم زكاة المال، الغارم. الغارم هو المدين دينا في ضرورة من الضرورات لكنه عاجز عن سداد هذا الدين، فيجوز في هذه الحالة أن نعطيه من زكاة المال ما يسدد به دينه، لأن الغارمين صنف من الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة. أما أن يعطى الآخر لأمه من أجل إجراء عملية جراحية، إن كانوا أغنياء ولا حاجة لهم في المال ولا حاجة لهم في الدعم، يعني يمكن أن تكون عملية بمائة ألف وهم قادرين عليه. لكن إن كان العملية حتى بألف جنيه وهم غير قادرين على دفع تكلفة هذه العملية، ففي هذه الحالة هم فقراء وحاجتهم في العملية أشد من حاجة الآخرين إلى الملابس مثلا، فنعطيه في هذه الحالة ليدفع تكلفة العملية الجراحية من مال الزكاة. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أستاذ عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ، كيف حالكم؟ الحمد لله رب العالمين. تفضل. أفضل الله وبركاته، يجزيكم خير الجزاء يا رب. ويجزيك الله يا رب. تفضل. تفضل يا عبد. كان لي سؤال للشيخ لو سمحت. هات السؤال. شيخ، بالنسبة على عضوية يبلغ من عمره 55 سنة، يعني شديد الغضب، عنده غضب شديد جدا، يعني نسأل الله العفو والعافية. لدرجة لما بيغضب مثلا بيغضب على الكثير والقليل، على الصغير والكبير، بيغضب يعني صاحب. ولما بيغضب يعني أي حد بيذكره بالله، نسأل الله العفو والعافية، بيسب الله. أي حد بيذكره مثلا يقول له صلى على النبي. نعم. أسأل الله أن يهديه. الله المستعان. اي حد بيتذكره مثلا يقول له صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ان مش لاقيين في حل. والمشكله ان هو يعني لا يترك محرما الا ويفعله، لا يترك محرما الا ويفعله، يعني شرب مخدرات، يعني مع هذا. نعم يا شيخ. بقول لك استر عليه، كفايه. السؤال يا ابن الله يرضى عنك. انا دلوقتي ابنه، انا يعني انا اخطو في اغلب المساجد، يعني انا طالب علم وانا لسه بطالب علم دلوقتي. هو حريص جدا على تشويهي، لان انا يعني كل يوم مشاكل مع الجيران، كل يوم مشاكل مع اخواتي الاصغر مني، مشاكل لا حصر لها، وللاسف انه بيوقعنا في مشاكل مع الناس وخناقات ويعني امور كثيره جدا، فضلا عن انه هو يعني عنده شغف بالنساء ومشاكل غيرها. انت اسال بقى، عشان كفايه كده، عشان بس يعني ليتك عرضت يا اخي الحبيب، عشان برضو اكيد يعني لو حد يسمع صوتك يبقى عارف مين والدك ولا حاجه، فاستر علي. انت بتسال ماذا تفعل معه حتى لا تقع معه في عقوق، صح؟ انا هقول للشيخ ان انا يا شيخ وافق ان انا بكرهه جدا. لا اله الا الله. بكرهه كره لا حقوق، انا لا اطيق ارى وجهه. اللي بيسعى لتشويه الناس قالها لي كده على كده على نيتك، انا لم اترك مكانا الا ساشوهك فيه، والمساجد هقول للناس انت بتعمل وبتعمل وبتضربني وبتشتمني وبتعمل وبتعمل وبتعمل، يعني يسعى لتشويه، وانا اقوم الناس واخطب بالناس كثيرا. ربنا يعافينا ويعافيك. خلاص يا عبد الرحمن. انا دلوقتي معلش يا شيخ، انا دلوقتي مش عارف اعمل معاك، وانا شيخ وصل لحد ان انا كرهته اخواتي في البيت، يعني احد اخواتي قال كلمه اقتله واروح في السجن واحكم منه،
لدرجه ان يعني العيشه اللي عايشينها صعبه، يعني التعب اللي هو تعبه لنا كلنا على بعض. انا شوهني انام الجميع والكبير والصغير وفي المساجد ومشاكل الديان. انا حاليا بغض وبغض الله يعلمه الا الله، انا لا اطيق. انا دلوقتي خلاص ربنا يعافيك. اظن ان انت يعني شرحت الموضوع كامل وسالت، فكفاية عبد الله عشان انا قلبي داق. الله يرضى عنك، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السفر في سياره مع الوالدين ومات الجميع الثلاثه رحمه الله عليهم، هل ابناء هذا الابن يرثون في طبعا في الجدين؟ نعم شيخي الكريم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، عليه الصلاه والسلام. نسال الله عز وجل ان يتغمد الجميع بواسع رحمته، وان يسكنهم فسيح جناته، وان يلهم اهلهم الصبر والسلوان. اما القول في انه الاحفاد يرثون في ميراث جدهم وجدتهم، فهذا يخضع بالطبع لمن ورثت الجد ومن ورثت الجدة. فربما يكون ليس من الورثة إلا أبناء الابن، في هذه الحالة سيرثوا. لكن لو كان هناك ورثة آخرون من أعمامهم وعماتهم، فهم في هذه الحالة كأحفاد سيرثون نصيب والدهم في ميراث جدهم وجدتهم بحكم الوصية الواجبة. هم ليسوا من أصحاب الفروض قطعا، لكنهم يأخذون نصيب والدهم ما لم يتجاوز الثلث بحكم الوصية الواجبة. والوصية الواجبة عندي ديانة وقضاء على حد سواء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أخونا عبد الله أيضا سأل عن أنواع الصدقات الجارية. نعم شيخ الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. من الصدقات الجارية مثلا أن يبني مسجدا أو أن يساهم في تعمير مسجد. من الصدقات الجارية مثلا أن يجري الماء لمن لا يجدون الماء، ممكن قرية ليس فيها ماء للزراعة فيجري لهم، يحفر لهم بئرا، أو ناس لا يجدون ماء للشرب والوضوء فيعني يصنع لهم ما يعرف بالترمبة مثلا التي تأتي بالماء من التربة من المياه الجوفية. يمكن أن يضع يقيم مكتبة إسلامية من الكتب مثلا أو من السيديهات والأشرطة وإلى آخره. ممكن أن يساهم في دعم قناة الندى، وهذا من أفضل الصدقات الجارية، لأنه لو وضعنا الصدقة الجارية في المسجد يستفيد منه 100 ولا 200، لكن لو وضعناها في قناة الندى مثلا على سبيل المثال وهي أحوج ما تكون إليه، هذه يستفيد منها إن شاء الله عز وجل ملايين مملينة. هذه أنواع يعني من أنواع الزكوات الصدقات الجارية، والله المستعان. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطع الاتصال، عاود الاتصال يا أختنا. نعم شيخي الكريم. فضل الصلاة. نعم. وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، فضل الصلاة. نعم شيخي. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، بشر من وراء هذا الحائط بأن من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه دخل الجنة. قال أبو ذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال في الثالثة: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث ثابت في الصحيح. ومعنى هذا الحديث أن كل بني آدم خطأ، ولكن خير الخطائين التوابون. فيمكن للمسلم الذي يشهد الشهادتين موقنا بها قلبه، ومع ذلك لكونه آدمي ولكونه بشر ولكونه إنسان فهو يخطئ، ليس معصوما من الخطأ. وبالتالي يمكن إن وقع في الزنا أن يتوب منه وأن يدخل الله وأن يدخله الله عز وجل الجنة. ويمكن أيضا أن يشرب خمرا ولكن يتوب الله عز وجل عليه، يعني يتوب فيتوب الله تبارك وتعالى عليه، وبالتالي يكون من أهل الجنة إن شاء الله عز وجل. وهذا الحديث نفهمه مع حديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وهؤلاء التوابين يمكن أن يبدل الله عز وجل سيئاتهم حسنات. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن مرتكب الكبيرة لا يكفر ولا يخلد في النار حتى وإن لم يتب منها.
إن تاب منها فهذا خير وبركة، وإن لم يتب منها يعني لم تعرف له توبة فإنا نقول فيه بما قاله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت: فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كما سألنا السؤال ده تقريبا يعني من فترة أخونا عبد الله، يقول أنا عايز سؤال تاني: القاتل والمقتول في النار، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. يقول لو طب لو حد هيقتلني أنا أقتله ولا أعمل فيه إيه؟ نعم، يبدو أن فيه خلط في احنا الفم أو إحنا أجبنا على أجبنا لكم على هذا الاتصال شيخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ جهاد تفضلي. لو سمحت أنا بس يعني ليا سؤال وعايزة بس أقول لحضرتك إن إحنا بنتصل على التليفونات بتاع قناة الندى ما بتردش، ما بترد أو غالبا مقفولة. طب أقول لك على حاجة، يعني أنا 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 اللي أنا بشوفه بنفسي لما بشوف يعني أصحاب الأرقام ديت اللي بيردوا بصراحة بيردوا، لكن ويمكن التوقيت اختلف معها بس يعني. طب يعني تحاول تاني وتالت وان شاء الله هيردوا عليك يا بنتي ضروري. اه ان شاء الله. معلش حاولي حاولي تاني وان شاء الله هجرب وانا يعني ان شاء الله يعني في لي ان شاء الله. والله هم بيجتهدوا يا جهاد والله، ربنا هيرد عليك حالا ان شاء الله ان شاء الله. بس احيانا باذن الله ممكن حد لو يعني فيهم حاطط فيهم واحد حاطط خطين في تليفون، فلو هو معاه 011 وحد بيتصل عليه من الرقم 012 هيلاقيه مقفول، أو الثاني 011 إيه مشغول، فالمسألة عايزة صبر شوية لله. ماشي أوكي. تمام تفضل. شكرا لحضرتك. أنا بس عايزة أسأل حضرتك سؤال. أنا جوزي بيديني مصروف للبيت، يعني ساعات بوفر منه أو يعني تقريبا كل شهر بوفر منه ما شاء الله. وأنا عرفت إن توفير منه ده يعني من وراه دي حاجة بتبقى ليا يعني، أو الفلوس دي بتبقى ليا ما فيهاش فيها شك. بس أنا عايزة أسأل حضرتك على حاجة تانية، إن يعني هو ساعات بيحوش معايا فلوس، وهو يعني هو صراحة بيصرف بزيادة قوي يعني بيصرف، ممكن بيجيب حاجات كتيرة قوي، أكل كتير أو حاجات كده كتير، فأنا ساعات باخد من الفلوس دي وبشيلها يعني من غير برضو ما هو يعرف. فأنا عايز أعرف هو حلال ولا حرام يعني، والفلوس دي أجيب بيها ساعات بجيب بيها مثلا ذهب او حاجه زي كده، واما بيحتاجوا بيبيعوا يعني ما عنديش اي مشكله في الموضوع، او انا ما بقولوش. هو اصلا قبل كده باع الذهب بتاعي انا، فانا عايز اعرف حضرتك هو ده حلال ولا حرام. طيب عشان ما يبقاش في شك يعني. حاضر حاضر حاضر. فامان الله يا استاذ جاد، حاولي بقى تتصلي عليهم ان شاء الله تعالى هم هيردوا عليك باذن الله تعالى. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي كريم، يعني حديث القاتل والمقتول في النار. نعم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا الحديث ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو قوله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال الصحابة: هذا القاتل يعني يستحق أن يدخل النار، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا الحديث محمول على قتال العصبية بين المتقاتلين، فهذا يكابد كل ما يملك وكل ما يستطيع حتى يقتل صاحبه، والآخر أيضا حريص متربص على قتل صاحبه. أما إذا الإنسان كان في موقف الدفاع عن النفس، إن يعني هجم عليه لص يريد أن يعني يستحل ماله، هل يجاهد هذا اللص؟ نعم يجاهده حتى ولو قتل دون ماله فهو شهيد، أو يجاهده ويقاتله حتى لو كان الموضوع علشان العرض أو عشان النفس، فمن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. هذا في حق الدفاع عن النفس، أما الأول في صراع العصبية الذي يكون فيه كل طرف باغ معتد حريص على قتل صاحبه. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا لأني معظم اللي اتصلوا أسأله كتير، الأسئلة معايا كتير والوقت قليل. طيب حاضر، ربنا يتقبل. أم يوسف طبعا تسأل سؤالا عجيبا يعني أو جديد بالنسبة لي، يعني في أسئلة كتير أحيانا بتبقى متكررة. نعم. لكن السؤال: هل الطفل النصراني إذا مات وهو طفل يشفع لأبويه؟ وهل هذا الطفل طبعا مات دون البلوغ،
يوم القيامة يدخل الجنة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ساقه الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الماتع طريق الهجرتين، لكن أوسط أقوال أهل السنة في أولاد المشركين أنهم يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون في عرصات يوم القيامة فيؤمرون بالسجود، فمن سجد دخل الجنة ومن أبى دخل النار. هذا أوسط الأقوال في أولاد المشركين. وبالتالي هل أولاد المشركين هؤلاء يشفعون في آبائهم وأمهاتهم؟ يعني المشركون يعني تقصد أي أحد غير مسلم؟ كل غير المسلمين، حتى غير اليهودي والمسيحي، حتى اليهودي والمسيحي وغيرهم، كل غير المسلمين هؤلاء يمتحنون يوم القيامة. حتى أبناء الملحدين؟ حتى أبناء الملحدين. تمام. كل من كان من أبوين غير مسلمين ومات طفلا صغيرا فإن هؤلاء يمتحنون يوم القيامة، فمن أجاب دخل الجنة ومن عصى دخل النار. لكن هل يشفعون في آبائهم وأمهاتهم؟ لا يشفعون قطعا، حتى لو دخلوا الجنة لا يشفعون قطعا في آبائهم وأمهاتهم. ليه؟ لأن هؤلاء لا شفاعة لهم، هؤلاء الآباء والأمهات من المشركين والكفار ليسوا أهلا للشفاعة كما قال الله عز وجل، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله عز وجل لا يرتضي الشفاعة إلا للموحدين وليس للمشركين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. من معنا؟ أستاذة آية، لعل يكون الاتصال الأخير. أستاذة آية السلام عليكم. وطي التلفزيون يا أستاذة من فضلك واسمعينا بالتليفون، اتفضلي. لو سمحت حضرتك، أنا عايزة شيء ممكن أسلم الشيء. نعم اتفضلي، وطي التلفزيون يا استاذ. نعم اتفضلي. طيب لو سمحت يا شيخ، عايزك تدعي لي لاخويا الدار الغيب ان ربنا يرزق بالزوجه الصالحه كده، والبيت ان ربنا يبارك في عمرها ويشفيها يا رب. امين يا رب العالمين. ماشي، شكرا، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم. نعم، الطفل المولود عندما يبعث، هل سيبعث طفلا يوم القيامه؟ طبعا اذا مات طفلا، يعني عمره يوم او يومين او يعني مات صغيرا، يوم القيامه كيف سيكون حاله؟ الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الاطفال يبعثون يوم القيامه اطفالا، والشيبان يبعثون يوم القيامه شبانا، والله اعلم، لانه لا يدخل الجنه عجوز، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. ما معنى الشفاعه او شفاعه الطفل لأبوي؟ نعم، الشفاعة هي طلب لله تبارك وتعالى بالعفو والمغفرة عن المشفوع له، يعني كأنها وساطة من هذا الشافع، سواء كان الطفل الذي مات على الفطرة ومات على سن الطفولة من أبناء المسلمين، أو ممن أجاب الداعي يوم القيامة حتى ولو كان من أبناء المشركين، في موحد من الموحدين أو مسلم من المسلمين أو مسلمة من المسلمات، سواء كان الأب أو الأم أو غيرهم، فهؤلاء يتوسط لهم هذا ويسأل الله عز وجل لهم المغفرة والجنة. فسؤال الله عز وجل المغفرة والعفو عن هذا المسلم الموحد العاصي، هذه هي الشفاعة التي تسأل أختنا عن معناها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. مسألة الملابس، مسألة طبعا ابنها الله يرحمه مات وعمره شهرين تقريبا، وكان سأل بنتها الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين، أمين يا رب العالمين. مسألة الملابس تغسل أم لا تغسل؟ لأن تسمع في هذا الأمر كلاما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا نحن أنا أقول لابنتنا السائلة المتصلة بارك الله فيها، يعني تصبري واستلهمي من الله عز وجل الصبر والسلوان. نعم، يمكن أن يكون وجدك وحزنك على فراق ابنتك شديد، فالولد يعني عزيز وغالي عند أبويه خاصة عند الأم، ولكن تصبري فإن الله عز وجل يجزي الصابرين خير الجزاء، ولعل الله عز وجل أن يعوضك عنها خيرا. أما كل ما تسمعينه في شأن الملابس لازم تغسل، وأصل الملابس تروح فين وتيجي منين،
كل هذه الأقاويل التي تسمعينها ما هي إلا خرافات وجهل لا يعني لم يرد في شأن هذا شيء في القرآن ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت أمام خيار من اثنين، إما أن تبقي هذه الملابس لتنتفعي بها إن شاء الله عز وجل في مولودة يرزقك الله عز وجل بعدها إن شاء الله تعالى ويعوضك بها خيرا، وإما أن تتصدقين بها عن نفسك وعن زوجك، فأنت مخيرة بين هذين الفعلين. أما ما تسمعينه فلا تصغي له ولا تعطي له بالا، فإنه من الخرافات والجهل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أم محمد ربنا يصبرها يا رب، آمين. دعت على ابنها كثيرا، ويبدو أن الدعوات استجيبت في ولدها فمات وهو طالب في الجامعة، فهي أم مكلومة حزينة على ولدها رحمة الله عليه، فماذا تفعل من أجله شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا يعني أرجو ألا تؤاخذني الأخت السائلة يعني إذا يعني تكلمت معها كلاما شديدا، فأقول أنت أخطأت خطأ فادحا، لأن مخالفة أمر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم شيء ليس يسيرا. أنت السبب فيما أنت تعانيه الآن من حرقة كبدك وحرقة قلبك وشدة حزنك وكثرة بكائك على ولدك، لأنك من دعوت عليه كثيرا. والنساء في الريف وفي بعض المناطق الشعبية عادة ما تدعو على الابن روح ما ترجع، والثانية تقول ربنا يحرق كبدي عليك ولا يحرق قلبي عليك. طيب ما احنا كيف لو أن الله استجاب هذه الدعوة؟ طيب هذه الأخت والله تصلح أن تكون عظة وعبرة لكل أم تدعو على ابنها أو تدعو على بنتها، مهما كان سوء الولد ومهما كان سوء البنت وسوء أدبهم مع الأم ولا مع الأب، ليس هذا مبررا أن نحن ندعو على أبنائنا. لأن النبي قال لنا كده عليه الصلاة والسلام، قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أبنائكم. ليه؟ خشية أن توافقوا ساعة إجابة من الله عز وجل. طب لو وافقنا ساعة الإجابة واستجاب الله دعائك في ابنك ولا بنتك، من الذي سيحترق قلبه على الابن ولا البنت؟ أنت الأم والأب. وبالتالي حرام 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 أن ندعو على أنفسنا أو أن ندعو على أبنائنا وبناتنا. وأنت الآن لابد لك من التوبة، توبة قوية، توبة نصوح التي أمرنا الله عز وجل، يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، تندمين فيها على كل ما سبق، وتعزمين عزما أكيدا على عدم العود لهذا الدعاء على ابن أو بنت أو قريب أو غريب بعد ذلك، ده أنت أكتر واحدة جربتي. ثم تكثرين من الاستغفار والعمل الصالح، وتسألين الله في صلواتك وفي خلواتك أن يرفع عنك وأن يعافيك مما أنت فيه، وأن يعني يرحمه وأن يغفر له وأن يوسع له في قبره، وتكسير له من الاجتهاد في العمل الصالح خاصة الدعاء والصدقة والاستغفار، لعل هذا يكون توبة منك لما وقعت فيه. ثم اسأل الله تبارك وتعالى الشفاء والعافية، سواء استعنت بالطبيب أو لم تستعيني، لكن عليك بما ذكرته لك ونصحتك به. بارك الله فيك وغفر الله لنا ولك، ولعل كل الإخوة والأخوات يعتبروا من هذا السؤال ومن هذه الأخت السائلة المكلومة، غفر الله لنا ولها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وصلى الله أن يغفر له وأن يرحمها وأن يصبرها، آمين يا رب العالمين. عبد الله يسأل عن بنك مصر للمعاملات الإسلامية. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، يعني كما تعلم أستاذ أحمد، أنا يعني مذهبي في هذه المسألة أن هذه الفروع الإسلامية حتى لو انتسبت إلى بنوك غير إسلامية، فلنا الظاهر ونكل إلى الله تبارك وتعالى السرائر يمكن أن نضع فيها أموالنا إذا لم نجد بنكا إسلاميا معروفا لدينا قريبا منا، ويمكن أن نستفيد بالأرباح التي تأتينا والعوائد التي تأتينا في كل أوجه الانتفاع من طعام وشراب وكساء وسكن وغير ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. شيماء ما شاء الله يعني أسعدتني لما قالت إنها طالبة وتحب القراءة، أو ما شاء الله في الشهر تقرأ 5 أو 6 كتب تبارك الله، لكن المشكلة بتسأل أنها تنزل يعني بتنزل الكتب دي من على الإنترنت وكده. طبعا الحقوق الأدبية للكتاب والمؤلفين طبعا ما عندهاش قدرة على تشتري. نعم. شيخ الكريم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أثلج الله صدرك يا شيماء
ونسأل الله عز وجل أن يجعلك أسوة وقدوة لبنات الجيل ولشباب الجيل أيضا. أنت تعرف يا أستاذ أحمد أن القراءة وطلب العلم كانت سمة من سمات هذه الأمة إلى عهد قريب، لكن غفر الله للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي استهلكت أكثر من 90% من أوقات شبابنا وشاباتنا فيما لا ينفع وفي بعض الأحيان فيما يضر. لكن هذه أخت بارك الله فيها، اثبتي على ما أنت عليه، فأول ما نزل على الحبيب النبي من كتاب الله عز وجل اقرأ، فنحن أمة القراءة ونحن أمة العلم. أما كونك تنزلين الكتب لعدم القدرة على شرائها، فالحقوق التي للمؤلفين هذه الحقوق تتعلق بأمر البيع والشراء والكسب والتجارة، لكن لا تتعلق بأمر النفع الذاتي منها. يعني ما فيهاش مشكلة، هو منزلها على النت ما خلاص. وبعدين من الذي يدفع الحقوق الأدبية لشيخ الإسلام ابن تيمية والعالم كله ينتفع بكتبه؟ تمام. ومن الذي يدفع الحقوق الأدبية لهؤلاء الأئمة؟ الحرمة يا شيماء مش إنك تنزليها عشان تقرأي، الحرمة إنك تنزليها عشان تنسخيها وتطبعيها وتصوريها وتجلديها وتبيعيها. استخدام شخصي ما فيهوش حاجة. أما الاستعمال الشخصي للقراءة والنفع الذاتي لا شيء فيه يا شيماء، بارك الله فيك والله أعلم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل رحمة الله على والدك يا شيماء وجميع موتانا وجميع أبائنا وأمهاتنا، أمين يا رب العالمين. مسألة الأسهم في الشركة التعاون في البترول أو التعاون في البترول، كان دفع قسط رحمة الله عليه وبقية الأقساط أم شيماء اللي دفعت. نعم. هي بتسأل اللي كانت بتدي السدس لحماتها الله يرحمها. نعم. الآن هذا السدس يدفع لمن، وهل تدفع لهم حتى الأقساط التي كانت تدفعها عن زوجها رحمة الله عليه؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول لابنتنا شيماء الميراث منحصر في قيمة القسط الأول الذي دفعه الوالد قبل وفاته عليه رحمة الله، أما ما أكملتموه من بعده فهذا ليس من ماله، هذا مالكم أنتم، لأن بعد الموت يؤول المال للورثة. وبالتالي إن كان هناك ميراث للجدة وهو سدس القسط الأول الذي دفعه الوالد أخذته في حياتها، غفر الله لنا ولها ورحمها رحمة واسعة، فإن قضى الله عز وجل عليها الموت أصبح هذا السدس في القسط الأول الذي دفعه الوالد ميراثا لورثة هذه الجدة، وأنتم يا أبناء المتوفى من ضمنهم كأحفاد لهذه الجدة بحكم الوصية الواجبة مع خالاتكم ومع أخوالكم والله أعلم، مع أعمامكم وعماتكم. نعم، أعمامكم وعماتكم والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. أخونا عبد الرحمن، أسأل الله أن يهديه وأن يهدي والده، آمين يا رب العالمين. الصورة التي وصفها عن والدي أخونا الشيخ اللي هو طالب العلم، طالب العلم الله المستعان، صورة يعني صعبة جدا، والأب يصل به الحال أن يشوه صورة ولده، والابن يقول أنا بكرهه جدا، يعني صورة مؤلمة شيخ كريم. فماذا نقول لأخينا عبد الرحمن، حتى إن أحد إخوة عبد الرحمن يقول سوف أقتله وأدخل فيه السجن، نسأل الله الهداية. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا في البداية نسأل الله عز وجل أن يوسع صدورهم وأن يلهمهم الصبر والثبات على ما هم فيه من ابتلاء، لأنه ابتلاء شديد جدا أن يكون ابتلاء الأبناء في والدهم أو في أمهم والعياذ بالله. الأصل أن يكون الأب قدوة. فالأصل أن يكون الأب هو قدوة لأبنائه، لكن أنا أنصحهم بأمور. الأمر الأول أن يوسعوا صدورهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولا يستفزونه لأن استفزازه يؤدي إلى مفاسد أشد، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، في الغضب وفي النرفذة وردود أفعاله صعبة. نعم، ردود أفعاله صعبة جدا، يقول له صلي على النبي يسب النبي، فلا يعني لا تستفزوا بهذه التهدئة، خاصة تذكيره بالله أو تذكيره برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا هدأت نفسه بعد ذلك. لكن وقت الاشتعال والغضب لا تستفزوه بمثل هذه الكلمات، دعوه حتى يفرغ هذه الشحنات التي في داخله لئلا يقع في هذه المفاسد الشديدة. سب الله كفر بواح، وسب الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا كفر بواح والعياذ بالله. الأمر الثاني أن يكفوا عن مخالطته، المخالطة التي تجلب المشاكل. يعني هناك مخالطة عادية خفافة كما يقولون، هي السلام عليكم وعليكم السلام، إنما المخالطة الزائدة
هي التي تجلب المشاكل، سواء معه في معكم في البيت أو مع الجيران والأقارب وإلى آخره. الأمر الثالث وهو الأهم، نعم نحن نكره بالطبع، لهم أن يكرهوا، لهم أن يكرهوا ما يفعل من غضب وسب ولعن، وأن يكرهوا هذا بشدة وأن ينكروا هذا عليه بشدة، لكن الإنكار القلبي يكفيهم، لأن الإنكار باللسان ربما يوقعه في مفاسد أكثر وأكثر. وأقول للأخ عبد الرحمن، أنت أيضا في ابتلاء أشد بالذات، لأنك طالب علم وشيخ وداعية والرجل حريص على تشويه صورتك، أن تحسن صورتك مع الناس بحسن المعاملة المباشرة مع الناس، فهذا سيجب أثر الكلام السوء الذي ينشره عنك ولا والدك. ولا ينسى أنه ولا تنسوا أنه والد، وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طبعا لكن دي تفسيرية. طبعا تفسيرية. طبعاً. نعم جزاك الله خير. نعم. ربنا يرضى عنك في شيخنا الحبيب. الأستاذة جهاد، ربنا يبارك فيك يا أختنا. زوجي مصروف البيت أحيانا أوفر منه وبتشتري حاجات ما شاء الله، أحيانا الزوج يعني بيصرف وينفق كثيرا، هي بتدخر تشتري الذهب، هو بيبيع الذهب، لو طلبه ما فيش مشاكل. هي تسأل في حكم الادخار دون علمه. شيخ الكريم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله بنتنا جهاد يعني نوعية غريبة من الزوجات، أين هي الزوجة التي تدخر من مال زوجها، يعني من مصروف البيت؟ ده بيدها 10 تصرف 15. إنما بارك الله فيك وثبتك يا أختنا ابنتنا جهاد، يجوز أن تدخري طبعا من ماله أو من مصروف البيت الذي يعطيك، لكن إذا تصرفت في هذا المال المدخر بمعنى هتجيبي أشياء عينية لنفسك فلا بد أن تخبري. ليه؟ لأنه ممكن يرتاب، من فين جابت الذهب؟ من أين لك هذا الذهب؟ لكن لو مثلا ادخرتي بحيث البيت احتاج سكر جبت سكر، البيت احتاج خبز جبت خبز، السكر والخبز والكلام ده يمكن ان ينصرف ذهنه ان ده من ضمن امور المعيشة ومن ضمن المصروف الذي يعطيك. انما هتجيبي ذهب، هتجيبي مثلا حاجات طقم انتريه، هتجيبي تلاجة، هتجيبي ديب فريزر، هذا سيدعو الى السؤال او التساؤل من فين ده، فستجد نفسك مضطرة في هذا الحال اما ان تصارحيه وإما أن تضطر إلى الكذب والعياذ بالله، من ده أصل أمي أصل أبويا، فلا تفعلي. كمان في نقطة مهمة جدا، هو يترك مالا كثيرا، فهي تقول أنا أدخر من هذا المال، هو ما بيحسبش ما بيعدش. طيب ماذا يا شيماء، ماذا يا جهاد لو كان في مرة من المرات عد على سبيل أي شيء، وبعدين أنت أخذت من هذا المال المعدود وأنت عامل حساب أنه ما بيعدش، فسيجد المال انتقص وليس في البيت إلا جهاد. في هذه الحالة سيقول بالريبة والشك بينكما، فلا تفعلي هذا إلا بإذنه. نعم. خدي منه الإذن العام، أنا بوفر وبدخر من وراء المصروف عشان أجيب كذا وأجيب كذا وأجيب كذا، حتى لو جبت خاتم لو جبت غويشة برضو عشان لما نحتاجهم إن شاء الله فلوس متشالة، فهذا خير لك من أن تدخر من ورائه ثم تفاجئين ببعض الريبة والشك بينكما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. جزاك عليه الصلاة والسلام، جزاك الله خير. الوقت معك انتهى سريعا شيخي الكريم. طبعا آية كانت تريد الدعاء لأخيها بالزوجة الصالحة ولابنتها بالشفاء. يا رب نسأله تعالى أن يرزق هذا الأخ المبارك بزوجة صالحة وكل شباب المسلمين. أمين أمين. وأن يرزق فتيات المسلمين بالزوج الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. شيخنا الكريم جزاك الله كل خير، وصلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. آمين. صالح العمل. بارك الله فيكم شيخ الحبيب الشيخ شعبان درويش. الله خير. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل هذا، وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر